Hello everyone again. مثل ما وعدتكم رح نبلش نحكي عن تاريخ الموضة وتاريخ التيب كيف بلشوا من أيام آدم وحواء لحديث أيامنا اليوم وكيف مع الوقت ومع العصور صار يتطوروا كل قد ايه بيتطوروا شو هي الموضة وكيف صاروا يتغيروا وشو الظروف يلي صارت تتغير فيهم الموضة لأنه أكيد نحن بنعرف إنه إن كان الريفولوشن اندستريال إن كان الاختراعات كل ما يطلع أفانسيون جديدة كانت تتغير الموضة مثل ما حكينا قبل مرة إنه قبل تشارلز وورث ما فينا نقول إنه موضة ما فينا نحكي بالموضة فينا نحكي عن الملابس أو التياب كيف تطور التياب دونك الاستوار تبع التياب كيف تطورت نحن كلنا بنعرف انه بلشت الخبريه وبلشت الدنيا مع ادم وحواء وادم وحواء اول قطعه حطوها على جسمهم كانت ورقه التين دونك هيدا كانت اول طريقه لحتى الانسان يستر العره تبعه يحط ورقه التين من بعدها ادم وحواء بلشوا ينتجوا نسل ابنهم لادم وحواء قرر بلش يتصيد حيوانات وصار يكون في سقعة وايام السقعة التين ما كان يكفي ورق التين دونك صاروا يحطوا جلد حيوانات لحتى يتدفوا وصار هالإنسان يتدفى بجلد الحيوانات مع الوقت ومع مر السنين والعصور اكتشفوا انه في شتلة نبتة بتعطي لان يلي هي الكتان دونك بلشوا ينزجوا الكتان بلشوا يكتشفوا كيف بتصير الكتان خيط وكيف الخيط بيصيروا ينزجوا ولكن الكتان ليصير خيط كتير بده شغل وكتير بده إذا بدكم يعني استخراجه صعب وليصير خيط طريقته صعبة والخيط لحتى يحيكو يصير قماشة كمان بتاخد وقت دونك ما كان يلبسهم للكتان إلا رئيس القبيلة زعيم القبيلة ليتر اون الفرعون أو الأمبراطور أو كل الأشخاص ذوي الشأن أما بقية الشعب العادي كانوا يلبسوا أو جسم حيوان أو كانوا يقصوا شعر الحيوانات مثل الخروف تيعملوا صوف أو الجمل حتى يلبسوا كمان شعر الجمل أو ينجوا كتان يكون كاليتي تبعيته ما كان يقولوا كاليتي كان يقولوا سماكة بهذاك الوقت يبقى منه كتير معمول بطريقة نظيفة وبطريقة حلوة يكون كتان أكتر ريجيد أو أكتر قاسي إلح مثل ما في ترمات بنستعملها بنعرفها دونك صار في عنا جلد الحيوان صار في عنا الكتان وصار في عنا شعر الجمل وشعر الخروف والصوف مع مر العصور ومر السنين لكن اول كانت قماشه سكوير صارت القماشه مقدوحه دائره لتفوت بالراس من قماشه مقدوحه دائره تفوت بالراس صارت القماشه مدروزه عن جنب ومتروك ايدها فاضيه وبعدين صارت القماشه صاروا يعملوا مثل تونيل للايد يلي هلا معروف بكم صار شكلها مثل الال الكم يندرز هيك رح يندرز هيك ليصير تونيك وبينحط لها البلت او السانتور او الاقشاط فوق منها الاقشاط كان معمول من جلد حيوانات كانوا يحطوه ويربطوه بهداك الوقت لنوضح انه اللي بيستعمل الجلد والكتان الرفيع المستوى هن عن جديد العائلة المالكة البقوة كانوا يلفوها للشقفة عليهم لف ويزركوها بدبوس او بشي معين موجود من بعد ما طوروا بالموديلات اجا وقت انه طب انا بدي غير الوان بلشوا بالالوان البازيك يلي هن الاسود البني الرمادي الرصاصي هول الالوان البازيك يلي فيهم ياخدوهم من حيلا ماتيار من الشاي من حيلا شيء هالخيطان يلي هن خيطان كتان يلي هن يغزلون يصيروا خيط هيدول الخيطان صاروا يصبغون خيط خيط وهن عم يحيكون يلي ما بيعرف رح فسلكم شوي كيف بيكون القماش الشاشه يلي بنحطها على جسمنا بس ننجرح اذا بتطلعوا فيها فيها خيطان بالطول وخيطان بالعرض القماش نفس الشيء محيك خيطان بالطول وخيطان بالعرض بس بيكونوا مرصوصين على بعضهم اكثر ليعملوا ليالفوا القماشه هن شو صاروا يعملوا صاروا يحطوا مثلا خيطان بيض كميه يرجعوا يحطوا شوي خيطان مصبوغه شو ما كان اللون اسود بني شو ما كان اللون يرجعوا يحطوا خيطان بيض نفس الشيء ايه اسيدو سويت شو بيصير عنا بيصير عنا قماشه ريه مع الوقت حبوا يحطوا خيطان بالعرض لانه الانسان بيفكر وبيشتغل صاروا يحطوا قماش بالعرض
خيطان بالعرض، صار عندنا خيطان بالطول وخيطان بالعرض، صار في عندنا قماش كارو، وبلشوا يتطوروا من قماشة بيضة مع خيطان لون واحد لقماشة بيضة مع خيطان كذا لون، ويتفننوا ساعة يحطوا أبيض أسود بني، ساعة يحطوا بني على الحل مع أسود، ساعة يحطوا أسود سادة. صار في أكتر تطور وبلشوا يخترعوا أكتر القماش وبلشوا يتطوروا أكتر، وصاروا صاروا يلي يلبسوا هيدول القصص المصبوغة هن يا أما رؤس الكهنة، لأن كنا بنعرف عند اليهود في عنا الكهنة بالهيدا، عند الفراعنة في عنا كمان نوع من الكهنة، وعند غير شعوب صاروا الكهنة هن يلبسون، أو صاروا كمان العائلة العراقية. من بعدها واجوا الفينيقية واكتشفوا الأرجوان، صار في عنا اللون الأحمر كمان، صاروا يصبغوا هالخيطان من اللون الأحمر، وصاروا يفوتوا ألوان أفيرا مزور، صار يطلع الألوان وكيف لحياكي وكيف يخيطوا، وكله كان على ينعمل على اليد ليصير في أكتر سوفيستيكاسيون وأكتر تفنن. استعملوا الجلد أو الريش، إذا تصيدوا شي طير كتير غريب وكتير نادر كانوا يستعملوا له ريشاته لحتى يتزينوا فيه، وبنرجع بنحكي هيدول الطبقة الراقية. وكانوا كمان ليميزوا لحتى يفرجوا أنه هن عندهم باور، نقوا معدن من المعادن وتحتى يستعملوه تحتى يبينوا عن ثرائهم، وأي معدن معقول يستعملوه إلا الذهب. اليوم نحن بنقول انه الذهب هو شيء كتير مهم، هن بوقتها لقوا له رمز للذهب. الذهب لونه اصفر من لون الشمس، الشمس الشمس هي شيء ايترنال ابدي وازلي، والذهب مع مر الوقت مع مر السنين مع مر العصور الذهب بضل ذهب ما بيفنى. كرمال هيك لانه هيدا المعدن ما بيفنى، وهيدا المعدن هيدا رمزيته رمز السلطه ورمز الازليه مثل الشمس، قرروا يستعملوا معدن الذهبي لحتى يبينوا عن سلطتهم وحتى يبينوا عن ملوكيتهم وكل هدول الامور. ومع اكتشاف بقيه الاحجار صاروا يعلقوا هدول الاحجار على الذهب، يذوبوا الذهب ويعلقوا فيه الحجر بطريقه اكيد بدائيه وفلسفيه، ولكن صاروا يشتغلون بطريقه حرفيه. بلشت الحرف وبلش التفنن وبلشوا يتزاكوا وبلشوا، لانه كل واحد بيطلع فكره بيكون قريبه من الملك وبيكون حده للملك، والملك بيحميه، لانه كلنا بنعرف انه بهيداك الوقت انه يلي الملك منه حميه يعني راحت عليه. دونك صاروا ينجبروا يتفننوا وينجبروا يطلعوا وينجبروا يشتغلوا لحتى يعملوا قصص حلوه. صاروا يعملوا من الذهب تاج، كذا انواع تاج، صاروا يعملوا من الذهب حلي، يعني كلنا بنتذكر كليوباترا قد ايه كانت تحط ذهب على رقبتها، عقودة، أساور، خواتم. وصاروا كمان يرسموا بالذهب، لما القصر يلي قاعد فيه الملك يرسموه بالذهب. كرمال هيك منشوف انه في على الحيطان اليوم بالتاريخ حتى بالفن في ذهب مرسوم او بينحتوا يغلفوا بالذهب او بمية الذهب. اما اذا بدنا نحكي عن الأحذية والكوزماتيكس، لانه هن كمان يعتبروا بارت من الموضة، الأحذية كانت معمولة من جلد الحيوانات، كانت مبدئيا هي ذاتها لكل الشعوب، كانت صندال له قشطات من جلد الحيوان ومربطة على الاجر لحتى يلقط، لانه ما كان يبقى في بكلة وهول الاخبار، كانوا يربطوها يعقدوها عقد ويعملوا لها ارضية من تحت لحتى تهدي يقدروا يشتغلوا مرتاحين، ويسمكوا الارضية حسب وين بيشتغلوا، اذا بيشتغلوا بالبيت بينطفوا، بيشتغلوا بالصورة بهيدا يعني بيت بينطفوا بينحتوا ما بعرف، غير ما اذا بيشتغلوا بالحقلة هن بحاجة لأرضية مختلفة تريحهم أكتر أو تاخدوا تعطي معهم أكتر مع التراب. هيك تطورت الأحذية. أما العطور والكوزماتيكس يعني هن المكياج اللي اليوم نعرفه مكياج، كانوا ينعملوا من قصص طبيعية، يعني ينعملوا من 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 عود الشجر إذا بيعطي ريحة، من عود الورد ينقعون بماء يغلون، كانوا ينعملوا حتى الورد كان ينطحن لحتى ينعمل بودرة لحتى ينحط على الوجه، كان الكحل الأسود كان ينعمل من الفحم مخلوط مع شيء، كان في كتير كل شيء كان ينعمل من مواد نباتية ومواد منلاقيها كل يوم بحياتنا اليومية. هيك بلشت الموضة، وهيك بلشوا يلبسوا، وهيك طوروا الألوان
وطوروا كل شيء خاصه بالاكسسوار، بالحلي، بالمجوهرات وبالعطور والكوزماتكس نفس الشيء. ضلت هيدا العصر، نحن كلنا بنعرف انه بناخذ ريبير قبل يسوع وبعد يسوع المسيح. دونك بيفور كرايست كانت هيدا الحياه، بقيت لفتره وجيزه من بعدها. وبالابيزود الثاني رح نحكي شو كان النكست عصر يلي وصلوا له وكيف وصلوا له. Thank you for following us on social media, for following me on Instagram and YouTube. See you next episode.